حضرتك مشروع الدلتا الجديد ده هيبلغ قوامه 2.2 من 10 مليون فدان. ايوه النواة بتاعت مشروع الدلتا الجديدة هو مشروع مستقبل مصر اللي سيصل مدى 1.1 من 10 مليون فدان اللي منزرع فيه الآن خلال الأربع سنوات اللي فاتوا 460 ألف فدان بتتزرع بحاصلات زراعية استراتيجية. نعم. شفنا بعد كده الدولة بتعمل إيه بعد ما اتعملت صحرات ترابلس وبعد ما اتعملت محطة إعادة تدوير المياه اللي في بحر البقر بتحولها الى ميه صالحه للري وبعد ما مصر بدات تحط موازنه جديده للري. يعني ايه كلمه موازنه جديده للري عشان الساده المشاهدين يستوعبوا الكلام ده؟ احنا كان لدينا حصه ميه محدوده تمام وما كانش عندنا خريطه جيولوجيه موزعه الابار اللي هي الخاصه بتاعت المياه الجوفيه. حط موازنه حطت خريطة للأبار اللي هي بتاعت المياه الجوفية. المياه اللي كانت بتهدر بدأت تعاد تدويرها وتستفاد منها في الري. احنا شفنا حضرتك إعادة تحديث البنية التحتية بتاعت الري أول من ما عملنا التصفين للترع عشان نحافظ على جودة المياه ونمنع هدر المية. شفنا تحول الري بالرشط والري بالتنقيط. بدأنا بعد كده نشوف المشروعات الزراعية التي كانت معطلة. اتكلمنا قبل كده حضرتك مع انتوشكا. عن توشكا لما سيادة الرئيس اعلن عنها ولمرتين يعاد احياء مشروع توشكا ويتعمل محطات رفع على اعلى مستوى ويتحط محطات للكهرباء ونعمل رفع عشان نحيي 1.1 من 10 مليون فدان في توشكا. كل هذه المشروعات سواء في شمال سينا اللي هو نص مليون فدان وتوشكا 1.1 من 10 والواحد ونص مليون فدان كل هذه المشروعات الغرض الاساسي منها هو استدامه وطن قبل كل شيء. يعني ايه استدامه وطن؟ لان الدوله اخذت على عاتقها خطه كبيره اسمها خطه الاستدامه 2000 لحظه